ما تراه هو جنين سمكة قرش عملاقة. تم نشر الكثير من الصور له على مواقع التواصل الاجتماعي لغرابته الشديدة، حيث كان بعين واحدة فقط في منتصف الرأس. كثير من الناس اختلط عليهم الأمر، ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم خدعة، حيث اصطاد طاقم صيد بالمكسيك سمكة قرش داكنة اللون قرب شاطئ باجا كاليفورنيا بالمكسيك، حيث قطع طاقم الصيد سمكة القرش ليكتشفوا أنها حامل. كما وجدوا أيضا أن الجنين كان فريدا من نوعه، فقد كان جنين قرش أمهق ألبينو وله عين واحدة في وسط رأسه. وكان الكائن الغريب مع حوالي 10 أجنة أخرى. انتشرت الصورة على الإنترنت بشدة فور ظهورها على بلوج الصيادين، وأثارت جدلا حول صحتها، ولكن أكد العلماء أن السمكة وحيدة العين حقيقة، وأن النسيج البصري كان يتحلى بوظيفة البصر رغم عدم نجاة السمكة في البرية. وعادة ما يكون السبب في ولادة كائن ما بعين واحدة فيما يعرف علميا باسم سايكلوبس، حيث أن الجزء الأمامي من الدماغ يفشل في فصل محجر العينين لتكوين تجويفين. السمكة وحيدة العين تتميز بتلك الميزة لأن الدماغ المقدم لديها فشل في الانقسام إلى نصفين أثناء التطور الجيني، وأثناء فشل المخ في الانقسام تكون فص بصري واحد في المخ، مما أدى إلى وجود عين واحدة، وهذه الحالة عادة تؤدي إلى الإجهاض، والأجنة التي تنجو من الحمل تموت خلال أول يوم. من الجدير بالذكر أن تشوهات جين سونيك هيدهينغ أثناء التطور الجيني تؤدي إلى تلك الحالة، وحيث أن هذا الجين يعبر عن بروتين يقوم بمنع وظيفة بروتين آخر يسمى باكسيكس، لذا في غياب SHH يزداد PAX6 ويمنع انقسام العينين. وتوجد 100 حالة موثقة في العالم لمثل هذه الحالات، وقد تحدث للبشر أيضا. ورغم أن العوامل البيئية وليس الجينية فقط قد تؤدي إلى تلك الحالة، ولكن تم استبعاد ذلك الاحتمال في هذه الحالة نظرا لنقاء مياه بحر كورتيز. وأكد خبراء وباحثون في مجال الحياة البحرية الذين تمكنوا من فحص الجنين أنه حقيقي وطوله 22 بوصة، أي ما يعادل 56 سنتيمتر، ولكن احتمالات أن يتمكن من النجاة بعد الولادة كانت ضئيلة للغاية. كما ذكر موقع ناشونال جيوغرافيك أنه غالبا لا يتمكن الأجنة أصحاب هذه الحالة من النجاة، ففي عام 2005 في حيدر أباد بباكستان ولدت قطة بعين واحدة وبلا أنف، ولم تتمكن القطة من العيش أكثر من يوم واحد فقط.